برحمة انتوا مع بعض. عملت لنا نصنا يا مصطفى. احنا بعدين نبعث لك. هلا في ناس طيب. اللي بدي تقوله هو انه بالفصحى معلش ليس لي سجن احمله براسي ولا اعترف بحدود. انا من اهل الدير. يحدث ان تعيش المنفى وانت في بلدك وعين قومك. اني دائما على سفر ومنذ الصغر اغادر مكانا وامضي لاكتشاف شيء في مكان اخر. ارى اناسا اخرين اعيش في ملفات مختلفه لان المبدع لا يتوقف عن البحر والذي يوقعه في عذاب دائم لا يرضى عن نفسه في معظم ما يفعل ولذلك ينشغل بذوبان على لغه مجدده. لا اعرف ابدا اين اتجه عندما اعمل في تاليف عمل جديد فلا اضع اي مخطط لكتابه مقطوعه موسيقيه ذكرى او حلم او حدث يمكن ان يكون دافعا عندي للتاليف. انتسب الى الموسيقيين الملتزمين والالتزام عالمي في كلمه الدفاع عن الناس ضد مستغلين. انا كسائر الناس لي حياه خاصه احياها أعبر عن انشغالاتي الشخصية وكثيرا ما أكتب أحلامي وأدونها في أسطوانة. أكتب لأتصالح مع نفسي ومع الآخرين ومع عالم لا يطاق يسحق المرء تحت جزمته بلا رحمة. طبعا مش رح الله أكبر أحكيكم كثير لأنه ما قلت لهم جلابي بتقعد لقد أدمنتنا الحروب نحن حطبها وجمهورها بالشكل والواجهة. فقدنا التمييز بين الإهانة والتجربة. اختلطت الأمور لينتصر المبدع في مأزقه وليتعرى الآخرون في مأزقه. لا أريد فهم العلاقة مع الحدث في وطني إلا من خلال ما أعمل به ألا وهو الموسيقى القصيدة الأم. لأنه ما يجري يستعصي على الإدراك وكل المعادلات المنطقية. لعلني بالشعر والموسيقى استطيع فهم وحده الشعب وضاله من يلعبون على الزفان. الكتابه الموسيقيه تدخلني الى ذاتي العميقه. ابني جنتي كما اشاء. صيغها ورده ورده بمعزل عن اي سلطه وارى انني استدرج ناسا كثر لهذه الجنه كمستمعين حالمين كعشاق ابديين كارواح شارده يبحثون عن شيء اخر غير يقيناتهم يبحثون عن ذواتهم في ذوات اخرى ربما تكون جنه او ربما جحيمه حسب ما انجح في نسيم الريح لمداعبه الارواح الاخرى. اذهب دائما الى تجارب جديده في الكتابه وفي الحياه لتجديد الدم في القلب والعروق. لا يمكن أن تتشابه حتى ولو غنيت أمي مليون مرة لا يمكن أن تتكرر أضجر من التشابه. الموسيقى والقصيدة والغناء كل ذلك يحميني ويحضنني ويجعلني صادقا إلى أقصى حدود. الموسيقى شريكة حياتي هي النفس الذي أعيشه يوميا وأنهمك بها في كل محطة. هي حلمي الجميل الذي يمنحني لذة نادرة. عشت الحرب والهجرة والمنفى وكانت الموسيقى تحييني وتعطيني قوة للأمل للحلم للسمو. خسرنا في السياسة، خسرنا الوطن، خسرنا الأشياء الجميلة ولكنني لم أهزم داخليا. هزمنا كقبائل وطوائف وأحزاب
ودولة، لكن بالنسبة لي كانت الموسيقى التي حملتني من الخسارة. في البدايات كنت متحمسا لأكثر من ذلك، ويوما بعد يوم أصبح الأمر ليس مرتبطا فقط بالحماس، أصبح أكثر صعوبة. شرط التأليف أصبح أصعب، ولم أعد أفتح ولم أعد أقتنع بما يتوارد علي بسهولة. أتجنب أن أنشر أي عمل إذا لم يتجاوز ما سبقه على الأقل كما أفهم أنا هذا الشرط، وليس كما يصل إلى المستمع. أريد أن يكون العالم جميلا، ولذلك ألجأ إلى وسائل وأشكال وأعمال تقربني من ذلك، والموسيقى تحقق ذلك. أبحث أعمل بجهد أجد نفسي وأواصل منذ سنين بعد. أكتب اليوم أكثر وأكثر لأني مذعور من تلك الوحشية التي تغطي كامل ترابي. أحب أقول آخر شيء أنه أنا أعشق الآن وحدتي وعزلتي. أقضي كثيرا من الوقت في السحاب والملاعب، ولكن عندما يكون عندي فرصة أكون مع نفسي أحب عزلتي لأنها تمنحني حرية. أنا أكثر حرية في عزلتي فما كنت عليه في مراحل النضال الأولى عندما كانت السلطة تهندس مصادرتي كفعالية فنية. أنا اليوم أقوى من أي سلطة، وضعيف في عزلتي، وضعفي لا يرحم، لأن هذا الضعف لا يطلب شيئا. بدت مكتفيا بالجمال والحب والموسيقى والقصيدة، كأن كل ذلك هو الحياة. لم يعد يغريني شيء كما كان ذلك في الماضي. وهنا تكمن القوة، الاكتمال في الوحدة وفي العزلة. ذلك هو فعل الحب والحرية والجمال الذي كان يتواصل بالقصيدة والأغنية. لا أزعم بأن الحق معي في كثير من الأشياء، ولكنني كنت مصيبا في أشياء ومخطئا في أخرى. في خضم تجارب متلاحقة من نعوم العاصفة إلى سقوط القمر، ثقتي أن كل هذا التعب وهذا التمرد وهذا الحب يشعرني بإنسانيتي ويدفعني إلى مزيد من الموسيقى والغناء والحب والحب. برافو. كيف بتطلع معك الموسيقى؟ لا الشعر وين كيف؟ والله فكرت فيكم اليوم. كيف بدي الاقي هالشباب والصبايا؟ يعني لازم يكون عندي يعني بالحقيقه يعني رغم هذا التعب ورغم الحزن، بس الموسيقى الغنية والقصيدة كثير بتعطي امل، كثير بتعطي فرح، كثير بتعطي يعني بتحرس الحلم تبعونا اللي كسروه واللي كسر، بس هو موجود يعني حلم ما بدنا نياس. هذه الموسيقى بتعطيه، مشان هيك انه انا بدعي الناس لهذه الجنه، يمكن تكون جحيم كمان بنفس الوقت، بس بيحبوا يجوا عليها وبيحبوا يسمعوا وبيحبوا يتشاركوا. اكيد جايين بعشر شهر ولا لا؟ اكيد. مين مش جاي؟ جاي؟ لا بدي اسالك سؤال. اسئله. تفضل تفضل. في فينا شيء قريب هون؟ تبعي عادي صغيره مش كبيره. جاهز. هلا كل فنان او كل انسان بشكل عام برسم عالمه الحلو حواليه، سواء كان بالشعر او بالغنى او بالعزف او ولد صغير عم بيلعب بالطياره ورائيه، يعني كل واحد برسم هذا العالم اللي حواليه عشان ينسي حاله الحياه، يعني الواقع السيء تبعنا الوحشي. وبتمنى لو انه الواقع اللي هو راسم حواليه هو اللي يصير. كيف ممكن احنا كبشر كنا الرسام والطفل والإنسان والرسام وهذا، كيف ممكن نجمع هذول العوالم ونخليها حقيقة بدل من حقيقة كتير بشعة؟ يعني هو الفن، إذا عم تحكي عن الفن أو القصيدة أو الأغنية، هو ما هو جميل في هذه الحياة يكون جميل في القصيدة أو في الموسيقى. ولا ممكن أن تدخل البشاعة إلى القصيدة أو إلى الأغنية، ولا ممكن. يعني مشان تهرب من الوحشية تذهب إلى الشعر. الشعر مش ضروري نبقى بالشعر، يعني الشعر هو ممكن يكون عنده إمكانية
انه يكون شاعر من جوا، مثل ما انت طرحت سؤالك طرحته بنبره شعريه او بمعنى شعري. هذا هي الحياه. اذا يعني لو السياسيين بيكونوا شعراء مش يكتبوا شعر، ما بيكونوا محمود درويش يعني ما فيهم، بس يكون عندهم هذه اللغه الشعريه، يمكن كان الموضوع بيتغير كثير. كانوا بيهربوا من هذه الوحشيه، كانوا بيهربوا من هذا الـ من هذا الـ من هال هذا التحدي. ما قالوا يعني لما حكيت عن العزله، انا اليوم حكيت عن العزله انه انا بدي غوص مع ذاتي، يعني بدي اعيد صياغه ذاتي الداخليه، يعني بدي اعيد من جوا، يعني ما بدي اخليهم كمان يدمروني. يعني اكيد انا منكسر مثل ما انت مكسور، وبعرف التشافي طموح عندك مستقبل قدامك، بس ما اعرف ليش عم يكسروه، بس ما فيهم يكسروه اذا انت بالريش تبعولك ترسم، او لما بتلعب بالطياره بتطلعها بالهواء وبتتحدى الطياره اللي جايه بتقصف عليك، يعني انت اقوى لانه الشعر تبعولك اقوى. قال محمود درويش مره انه مين بيغني؟ السجان اللي بيسجن ما بيعرف يغني، اللي بيغني هو السجين، لانه هو اللي عم يبحث عن معنى للكتاب. انما السجان هو واحد متوحش لا يستطيع الغناء ولا يستطيع ان يكتب الشعر. اذا خليك طليق، خليك مع الحريه وما تخاف. وانا قلت انه انا اقوى من اي سلطه، بس هذا شيء بده شغل، يعني منه مش سهل، يعني مش سهل، بده شغل، وبدك تتخلى عن تلك المظاهر اللي هي موجوده بمجتمعاتنا، يعني مشان تقدر تعيش هذا الزهد. الزهد مش معناته انك انت يعني رافض الاشياء، بالعكس انك انت تطلع عليها اكثر، تشوف الاشياء حقيقيه. اسمح لي استاذ مارسيل. تفضل. انا صار لي ساكن بهي البلد 45 سنه. يعني بلدي هي عمان. يعني عمرك 45 سنه؟ من عمري. انا والله فكرتك اصغر. كان فيك ما تقول عمرك كمان. كانت لي اول مره بحياتي بدخل القلعه قبل كم من يوم. لما دخلت عليها في كلمه هي بتجيبها اكثر من العربي، بالانجليزي ماجستيك، المنظر ساحر. المنظر كان ساحر جدا، وانت على المدرجات عم تشوف جبل الجوفه بالخلف، وللعلم سموه جبل الجوفه لانه في التجويف تبع المدرج الروماني، عشان هيك من هون اجت التسميه. المنظر رائع جدا، الصوت بهذيك المنطقه برضه لما بيطلع من الثياتر بشكل طبيعي كان يوصل للمستمعين بطريقه نقيه جدا. فانت يمكن اول مره بتقدم بالقلعه، فرحت زرت الموقع؟ لا ما بعد. كنت بدي اسالك اذا زرت الموقع شو رايك؟ لا خلص صدقتك. بس تعرف للاسف انه انت ظهرك رح يكون للمنظر اللي نحن شايفينه، ولا يهم، المهم انتم تشوفوا. انت البركه. تفضل. اول شيء لما بدي نسمع اسم مارسيل خليفه بنطلع بالنا لبنان وفلسطين. دائما الواحد يفكر مارسيل خليفه لبناني فلسطيني او فلسطيني لبناني، مرتبط اسمه بالوطنيه وبالام وبالقصيده، من الناس القليله اللي ما غنوا لاشخاص. كيف بلشت انت بالوطنيه؟ يعني بعد اللي صارت قبل قد ايه كان عمرك لما اخذتك الاغنيه الوطنيه، لما صار عندك الاحساس القومي؟ لما اولا انا اذا بدي اطوي لك قصه طويله بس رح احاول اختصر. بس بدات الحرب في لبنان، كنت انا مخرج جديد من المعهد الموسيقي بمناسبه، كنت شاب صغير هيك مش ساعتني بدي غير الدنيا والعالم، حتى حالي ما قدرت اغير. المهم ولعت الحرب بشكل كثير خاص، فانا بالصدفه موجود ببيتي، وانا لم اكن متوافق مع الخط السياسي الموجود في المنطقه اللي انا كنت فيها. انا ولدت في منطقه بجبيل عشيق قريه اللي يعني هي في جبل لبنان على خط البحر. وهذه المنطقه كانت يعني انه انا تعرف انا تعرفت على
قضية فلسطين بس كبرت مش بلدتها، لأنه كان منطقة مسكرة فيها يعني فيها خصوصيتها. أنا كنت أروح على الكونسيرفوار مثلاً على العربيات شوف المخيمات ما أعرف شو أسأل شو أقول أو ليش مثلاً فلسطين بدأ الوعي تبكي من هذه اللحظة، بدأت أعي هذه القضية وبدأ تعنيني يعني. ولما وقعت الحرب كنت أنا يعني ببداية الحرب الأمريكية كان يعني المنطقة اللي أنا فيها كان يعني الصراع كان داني وقتها بين الفلسطينيين وبين القوى مش من بين القوى خلينا نسميها كانت انعزالية. وأنا كوني ولدت مسيحي في هذه المنطقة يعني كان يجب علي أن أبقى هناك في المنطقة وأن لا يكون عندي موقف أو أن أتخاوى مع القضية الفلسطينية. فمشانها أنا هجرت حوالي 19 سنة ولم أستطع أن آتي إلى بيتي إلى ضيعة أنا والثوالي ولم أستطع أن أذهب في جنازتي يعني مهم شان نوت. نعم المهم لما حجزت الفترة الأولى ببيتي ما كان معنا عندنا بالبيت إلا دواوين محمود درويش. أنا ما كنت بعرف محمود درويش وأنا عملت درست الموسيقى يعني ولم يعني ما كنت ناوي أغني. غنيت بالصدفة يعني هذه القصائد قلت بدي أعمل شيء يعني أنا محجوز بدي أعبر بدي أروح. وكانت القصائد الأولى وأنا كنت عم بلعب يعني كنت عم بتسلى ما كنت أعرف إنه هذه توصلني هون للقاء معكم يعني ما كنت راسم هذا الشيء بعدني هلا عم بلعب حلو ولا مرة أخذت الأشياء بشكل محترف أو لا بعدني ناوي يعني ماني موظف. لما طلعت هالأمنيات بالحقيقة كان صدفة عجيبة إنه كيف وصل للناس وصل بشكل كتير سريع و يعني ثلت يعني أنا بداية يعني عن جد كنت عم بسافر. إذن في موقف في استعداد بعدين أنا اشتغلت لغة يعني أردت أن أروح لما هناك الأمنيات فوصلت هذه وتطورت التجربة وصارت أبعد من البدايات صار في عندها تنوع صار في عندها يعني تجارب جديدة في علاقة مع التصوير في علاقة مع الأدوات الموسيقية في توزيع التأليف يعني اشتغلت كثير على حالي يعني هذا باختصار اللي هو رسم إذا بدي دائرة هذا هو أكثر يعني هي لغة فنية يعني أنا يعني لما بيسألوني سؤال سياسي بحس إنه ملاش يعني لازم يسألوني سؤال فني سؤال نابع من الموضوع الفني أنا من القصيدة من الأغنية من الموسيقى لأنه هو هذا عملي يعني أنا ما بعرف أعمل شيء ثاني يعني ما نسأل سياسي لا مش نعم سياسي بس أنا يعني موضوع حب نحكي عن التجربة اللي أنا عملتها التجربة الفنية بمضمونة ببعدة بموسيقى بتلحمها مع القصيدة العربية الحديثة يعني هي حق عملت هذه يعني شو بدعيكم يوم تجوا اللي دعاكم تجوا من هذا التواصل مع هذا مع هذه الموسيقى ومع هذا باختصار ان هذه هي الطريق رسمت حاله بحاله. شو بقدر اوفي حابة اسالك سياسه مرصود من سؤال من صديقه لي بالكويت في سوريا هي ما رح تسألك سياسة هي بس عطباني إنه ليه ما طلعت غنية بس لأنه هلأ ارتبط اسمها بالإنسانية في الإنسان الإنسانية بالحرية بالمشاعر الحلوة هاي فهي تسأل هل رح تطلع شيء بس لحتى تلاقي
الشمس هذا الظاهر الكويت ظاهر الكويت حتى بعيد كثير نزل سنين من حوالي السنة اسمه سقوط قمر بتمنى أن تكون هي بدي مصطفى مصطفى حبيبي يعطيك نفس هلا هو دي بدي أسأل على دي على وخليها تسمع لأنه بالنهاية الفنان ليس هو بيبوق لما يحدث يعني أنا بدي أقول لك شغلة أنت بتقول لي أنت فنان قضية فلسطيني مظبوط بتقولوا يعني طيب في شيء غنية فيها فلسطين أنا ما قلت لا إنه أحن إلى خبز أمي يعني أنا عم غني للأم يا جماعة بالضبط ريتا هي الحبيبة يعني أنا ولا مرة بحب الأرض أنا شو بدي بالأرض أنا بدي أكل أنا بكل بشر أنت بتحكي الكلمة الحلوة بلمس كل جزء من إنسان يعني مش كل ما يعني محل بالعكس يعني في طلعنا اثنين سيدي بيحكوا بصدق وبشفقية صحيح هو سيدي هو تحية لمحمد درويش اسم سقوط قمر بس ضمنه من جوا في حوالي قديش كم مقطوعة يا مصطفى 20 مقطوعة 20 مقطوعة موسيقية وغنائية تحكي عن ما يجول في خاطر صديق سلمين عليها وامري لي اياها كمان فكرت تقرأ أو تلحن أو مغني حدا غير محمد درويش لمين تقرأ غير محمد درويش؟ أنا لحنت لمحمد درويش ولحنت لكثير من الشعراء إذا بتبلش عندهم يمكن تنسحب يعني مثلا كثير أغاني مشهورة إذا ما نحكي مثلا أنتم تعرفوا مثلا منطقسي بطان هذه سميع القاسم طيب إذا بدنا نحكي مثلاً إني اخترت كي وطني هذه اللي علي فولس إذا بدنا نحكي مثلاً بالأخضر كالفنان أو جفرة هذه اللي عز الدين مناصر عم بلش بالشعراء فلسطينيين إذا بدنا نحكي تكبر في الأعمار أو طفلٌ يكتب فوق جدار لمعيد سيسو طيب لا طلال حيدر لا أسيد حاج لا أدونيس لا كثير من الشعراء شوقي زاع محمد عبد الله لحن كثير من القصائد وهذه القصائد مشهوره ومعروفه يعني متداوله يعني بس علاقتي مع شعر محمود درويش ومع محمود درويش بالذات كانت علاقه خاصه لما بدات تجربتي بدات مع شعر محمود درويش انا حسيت من البدايه انه هذا الشعر يعنيني وهذا الشعر يعني قلت من زمان انه خبز امه بيشبه خبز امي عيون ريتا بتشبع عيون ريتا تبعولي الكرمن تبعولي والعصافير ونور الحمر بيشبهوا كمان نفس الشيء اذا يعني كان في هذا الارمونية يعني هذا التوافق يعني بس كثير لشعراء تانيين مشهورين غنية يعني في مثلا طلال حيدر غنية بغيتك نزل الشتي كثير معروف هي مش لعبتكم يعني مثلا يعني نرجع عند الاغنيات الاهازيج لعبناها يعني كثير من الاغنيات بس بقيت تجربه مع محمود درويش هي تجربه متميزه والظاهر انه كان زواج ضابط هو زواج ما بيزبط استاذ اقصى هلا شوي بكل سؤالك عن موضوع انت حكيت له عن موضوع السجين والسرجان بس انا مختلف نظري هاي الشغله السرجان ما بيغني بس برايك مش السرجان او كل شخص فيه سجن معين بذاته طبعا سؤالي كثير حلو وعميق كمان مزبوط يعني انا لما كنا نعمل مظاهرات في الطلاب بالجامعه كان يجي الدرك يضربنا بس كنا نطلع فيه نحن بعيوننا نقول له لك يا عمي ما نحن عم نعمل اضراب مشانك انت كيف عم تضربنا انت اذا جايك القرار من السلطه العليا نطلع لانه بكون فلاح فقير جاي يتوظف بالامن الداخلي مشان يعطوه معاش ويعيش عائلته بس كان ينفذ الاوامر ما بعرف يعني في محلات معينه مزبوط هذا الشيء وفي ناس بياخذوها جد وبيستعملوا هذا العنف وهذا مظبوط سؤالك اكيد انا بقول ويمكن تقول شوي يعني في داخل حتى الشيطان هناك انسان
يعني اللي بيعمل جريمة مش لازم دغري نحكم عليه بالإعدام، بدنا نفهم شو سبب هذه الجريمة. نحن معنا حضرة محامي هلا هون.